التاني الدكتور احمد قفيل اللي هو الفوتو ديتكتورز، نتكلم على انواعهم وازاي بنديتكت اللايت زي نحوله لالكتريك كارنت، وبعد كده نبدا نحل مسائل من الشيت اللي هو شيت رقم 7. لاحظنا 5 و6 مش موجودين عشان دول ايه بقيت بارت دكتور طارق، هنبقى نرجع لهم يعني. اوكي طيب نزل لكم الشيت على التيم وعلى الدرايف المفروض يكون معاكم دلوقتي و بس هنبدا. طيب فدلوقتي زي هدف اي كوميونيكيشن سيستم في الدنيا، انا ببعت الداتا من مكان لمكان، فبالتالي كان كل هدفنا في السيستم ده ان انا ازاي هبعت الداتا، ازاي هقدر اعمل موديليشن للسيجنال هنا وايه تاثيرها هيحصل في الشانل، وبعد كده لما اوصل الناحيه الثانيه ازاي هقدر ارجعها لاصلها. انا في الاخر الاصل عندي هو فاريشن في ليتس سي مثلا صوتي مثلا في المايك مثلا، فده ايه فولتج سيجنال كده مع التايم بتفاري بالمنظر ده. الفولتج ده خدت عن طريق موديليشن على ليزر دايد مثلا بالمنظر ده، فشفنا بقى البلس بتاعه زي الموديليشن بتاع ليزر دايد، في الاخر طلع هنا ايه اوبتيكال سيجنال طلع ايه طلع منه، هي دي اللي دخلت على ايه على الفايبر بتاعي. طيب الناحيه الثانيه محتاج عكس الكلام ده، محتاج الاوبتيكال سيجنال اللي جايه دي ارجعها تاني للكرنت، هو ده اللي في الاخر ايه اللي انا عايزه. طيب يبقى انا هدفي دلوقتي ازاي احول من اوبتيكال باور لالكتريكال كرنت او سيجنال، هو ده الايه فوتو ديتكتور بتعمله. في انواع كتير للفوتو ديتكتورز، منها سيمي كوندكتورز اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي، وفي انواع ثانيه مش هندرسها بس تبقوا عارفينها، مثلا حاجه زي ثيرمال فوتو ديتكتور، ده بيشتغل ان هو عن طريق الفوتون اللي هتنزل بينديوس هيت جوه الديفايس، وعلى حسب الهيت دي انا بقدر اكستراكت منها السيجنال بتاعتي. حاجه ثانيه زي البولاريزيشن فوتو ديتكتورز، بتعتمد على البولاريزيشن بتاع اللايت اللي نازل، اقدر منه اكستراكت برده المعلومه بتاعتي عن طريق ايه البولاريزيشن ده، هيغير في ريفلكتيف اندكس بتاع ماتيريال معينه، فالاندكس لما اتغير اقدر اديتكت شكل الايه الاوبتيكال باور. نوع ثاني مثلا زي الايه الفوتو كيميكال، فوتو كيميكال برده حاجه بنفس الطريقه بس اللايت بينديوس كيميكال رياكشن معين، فانا بقدر اونيتور الستيب بتاع الكيميكال رياكشن دي واقدر اعرف منها شكل الايه اللايت نازل ازاي. طيب اللي يهمنا بقى منهم زي ما قلنا هو سيمي كوندكتورز فوتو ديتكتورز، فهم مين دي مقسومين لنوعين، نوع اللي وذاوت جين والنوع اللي بالجين. طيب وذاوت جين في ابسط صوره هو عباره عن ايه؟ عباره عن بي ان جنكشن، يبقى عندي كده اهو بي ان جنكشن بالمنظر ده، والفكره كلها بتعتمد على ايه؟ ان انا لما زي ما انتم عارفين بي ان جنكشن لما درستها قبل كده، اول ما بحط تو ماتيريالز كده ليهم دوبينج مختلف، فايه اللي بيحصل؟ بلاقي ان بيحصل هنا حاجه اسمها ديبليشن ريجن اللي هو بيبقى فيها التشارج كاريرز بس، بيبقى مثلا هنا في حاله الان يعني انا عندي دونر دوبنت، فالدونر دي معناها ايه؟ معاها الكترونز زياده، فاول ما بحطهم هنا الكترونز تهرب لهنا، يبقى لي في الاخر هنا ايه؟ بوزيتيف ايونز. نتيجه الالكترونز اللي راحت هنا دي، هنا بقى عندي شارج زياده نت زياده نيجاتيف، فبالتالي ايه؟ يطلع الحاجة المنظر ده، ودي بتبقى اللي مسميها الايه؟ الديبليشن ريجن. اوكي؟ طيب الديبليشن ريجن دي زي ما فهمنا كده يعني ايه ديبليشن؟ يعني هي ديبليتد من الفري كاريرز، يعني الالكترونز والهولز بتوعي خلاص ما عادش موجودين هنا، بقت الحته دي كلها ستاتيك تشارج ايونز او ايه؟ تشارج ثابت. طيب جميل. يبقى الفكره كلها بتتعمل على ايه؟ ان انا نتيجه الديبليشن ريجن دي معناها في تشارج بوزيتيف وهي نيجاتيف، ففي هنا اتجاه الكتريك فيلد كده، هيبقى بيلت ان الكتريك فيلد جوه الدايب بتاعي. الفكره كلها ان انا اللايت لما ينزل هنا على اللاير دي الديبليشن لاير، فعندي كده انرجي باند دياجرام بتاعي، اللايت هينزل فالالكترون هيبزورب الانرجي دي ويطلع ليه انرجي اعلى، فبالتالي بيجنريت الكترون هول بير اول ما الايه ما اللايت ينزل على الديبليشن لاير. هدفي بقى ان انا اكولكت دول في كارنت في الاكسترنال سيركت، فراح بوصل اللايت ده من بره كده واعمل له ريفرس بايسنج. ليه؟ علشان الريفرس بايس ده بيزود الالكتريك فيلد بيلت ان، فاول ما الالكترون هول بير يبقى جنريتد يتسحب على طول في السيركت ويمشي لي كارنت بره، هو ده اللي انا عايزه. اوكي؟ طيب يبقى ايه؟ يبقى انا اول حاجه لازم اخلي بالي ان انا بشغل في ريفرس بايس مش فورورد بايس علشان ازود بيلت ان بوتنشال، واللايت بينزل بايه؟ بجنريت الالكترون هول بير. ده بالنسبه للبي ان دايت نفس الكلام، اقدر اكستنده في بي اي ان ان انا ايه؟ ازود لاير انترنسك في النص. دي تفرق معايا في ايه؟ ان هي كان ديبليشن ريجن بيبقى كل ده، يعني بيبقى عندي هنا ريجن اللي هيحصل فيه الديبليشن زي اللي فات، واقدر اعتبر في النص ده برده كانها تشارج كارير ستاتيك لان ما فيهاش تشارج موبايل تشارج يعني زيها، فكان الديبليشن ريجن هو كل ده. فاستفدت ايه؟ استفدت ان انا كبرت الديبليشن ريجن، اقدر ابزورب لايت اكتر، احتماليه ان انا ابزورب لايت واطلع الكترون هول بير بقت اكبر. اوكي؟ طيب جميل.
يبقى كده ايه ده البي اي ان دايز. طيب في تاني نوع من انواع الدايز السيمي كوندكتورز مختلفه اللي هي الايه اللي بيجمعها جين. يعني ايه جين؟ يعني الفوتون واحد مش بيطلع لي الكترون واحد او الكترون هول بير واحد، لا عن طريق حاجه اسمها الافالانش فوتودايد. الافالانش ده ان انا ايه الالكترون بيمشي كده باكسليت بسرعه معينه بيخبط في الكترون تاني فبيسرعه ويخبط يسرع اثنين كمان وهكذا، تلاقي في الاخر ان هو ايه ان انا بقدر اطلع اكتر من الكترون واحد اكتر من الكترون من فوتون واحد، طلع مثلا لسه 4 او 10 او 100 او ايا كان، وده اللي بنسميه ملتيبليكيشن فاكتور. يبقى عندي التوتال كارنت في الاخر هو الكارنت العادي بس ملتيبلاي بفاكتور اللي هو الابليكيشن فاكتور بتاعي. طيب في نوع تاني من الدايز اللي فيها جين برضو اسمه ريتش ثرو اي بي دي. ريتش ثرو ده ببساطه هو بس ان ايه ان بيبدا الكوليكشن ريجن بتاعتك تبدا من اول الديفايس مش من ايه مش من جوه. يعني هنا لو رسمت كده شكل ايه الالكتريك فيلد بتاعي ده كده مع الاكس، لو ده كده الاكس بتاعي بسافه اكس يعني وده الالكتريك فيلد، فنلاقي الالكتريك فيلد هنا بيبقى عامل ازاي. هو اكبر فيلد هنا وبره مفيش فيلد نتيجه ان ايه في تشارج نيوتراليتي، فتلاقي ان الايه الفيلد بتاعي عامل حاجه المنظر ده كده. اوكي ده لو بي اي ان عادي. طيب في الاي بي دي بتفرق ايه؟ في حته بقى فيها جين، الجين شكله عامل ازاي؟ تبقى حاجه كده. طيب الالكتريك فيلد بتاعي عامل كده، بعدين في حته فجاه بيزيد فيها قوي الايه ماجنتيك الكتريك فيلد، فالحته دي هي اللي هتخلي يعني في الاخر عارفين سرعه الالكترون بتعتمد على الامبليتيود بتاع الالكتريك فيلد، فالالكتريك فيلد العالي قوي ده هيسرع الالكترونز قوي فهيحد لي الحته اللي بيحصل فيها الجين. اوكي طيب ايه بقى الفرق؟ ريتش ثرو اي بي دي بيفرق في ايه؟ ان الجين ده بيبقى على طول جنب الايه جنب بدايه الجنكشن، يعني بقى ايه الديفايس عامل كده. الجين في ده على طول بحيث ان اللايت اللي نازل ده اول ما ينزل يقابل الجين في وشه على طول مش محتار يمشي شويه جوه الايه الماتيريال بتاعته. طيب جميل، واحنا فهمنا البرنسبل بتاع الاوبريشن بتاع الفوتودايد وازاي انا اقدر ابزورب اصلا واحول الفوتونز لالكترونز. في شويه تعريفات كده مهمه نتكلم عليها بقى اللي هي الايه؟ اول حاجه الحاجه اسمها الكات اوف ويف لينث، ده معتمد على ايه؟ على الانرجي جاب بتاعتي صح؟ يعني في الاخر لما اجي ابزورب الفوتونز في الاخر انا عندي دي باند ما هياش انرجي واحد كذلك نفس الكلام فدي باند، فالفوتون نازل ده ممكن ينقل الالكترون من اول الباند لحد اول الباند دي ماشي، او ينقله فوق شويه فدي انرجي اعلى، او يبدا اصلا من تحت ويبدا فوق شويه وهكذا، فتلاقي في رينج بقدر ابزورب فيه. طيب وانس ان الفوتون اللي نازل ده الانرجي بتاعته اقل من الانرجي جاب ساعتها مش هيقدر يابزورب مش هيطلع اصلا لفوق، وهو ده الايه بيعمل لي الليمت بتاعي في الابزورتيفيتي. اوكي انا يعني بابزورب لحد الانرجي جاب فاقدر احسب كده حاجه اسمها الكات اوف ويف لينث اللي هو ايه هيبدا ما يابزوربش بعده قد ايه عن طريق ان انا ايه احسب بحاجه المنظر ده 1.24 على الانرجي جاب بس بالالكترون فولت، ساعتها هيطلع لي الويف لينث ده بالمايكرومتر. اوكي طيب جميل، حد في مشكله؟ ال اي بي دي والريتش ثرو اي بي دي. طيب خلينا لما اجي لكم شويه خلينا نحلها بس في هنا في البي ان والبي اي ان، في مشكله؟ طيب جميل، يبقى كده بقدر احسب الكات اوف ويفلينس بتاعي. طيب وبعدين نحسب حاجه اسمها الكوانتم افشنسي اللي هي الايتا، دي عباره عن ايه؟ عباره عن عدد الالكترونز والهولز الالكترون هول بير يعني اللي بيبقى جنريتد لما اللايت بينزل، بمعنى الفوتون ده لما بينزل هيجنريت الكترون هول بير، هل الالكترون هول بير ده اول ما هيطلع على طول هيمشي هيتسحب كده بالالكتريك فيلد ويمشي ويعمل لي كارنت، ولا ممكن ريكومباين تاني وفي الاخر ما يطلعليش كارنت؟ ممكن. طيب فبالتالي بقى في زي احتماليه كده وبروبابيلتي اقدر احسب بيها الار اي ده اللي هو الريت اوف الكترونز على ار بي الريت اوف فوتونز، يبقى هل انا كل فوتون بيطلع لي واحد الكترون ولا ممكن كل تو فوتون بيطلع لي واحد ولا كل ثلاثه بيطلع لي واحد وهكذا، هو ده. اوكي طيب هتلاقي بتقسم لحاجتين لي اكسترنال كوانتم افشنسي وانترنال كوانتم افشنسي. الانترنال خلينا نتكلم عن الاكسترنال. الاكسترنال انا عندي الديفايس كده اهو واللايت نازل كده، فهو بيتعامل بيقارن ايه بايه؟ الانسيدنت فوتونز اللي هنا اللي هم داخلين على الجهاز من بره ريلاتيف للالكترون هولز اللي ايه اللي هيمشوا في الاخر في السيركت. طيب الانترنال اللايت اللي نازل ده مش كله هيخش، انا عندي هنا في ريفليكشن من على الايه من على السيرفس ففي شويه لايت هيخشوا كده. طيب بعدين طول ما انا ماشي لحد ما اوصل ديبليشن ريجون انا ماشي جوه رين ريجون ما هياش ديبليتد ففيها ابزوربشن، ففي ابزوربشن بيحصل هنا اللي هو اي بار ماينس الفا دي اللي هيوصل لي في الاخر واقدر اتكلم عليه هو الايه اللي وصل من دول، فده الانترنال كوانتم افشنسي. فالانترنال ده بيقارن الفوتونز اللي وصلت للديبليشن ريجون بتطلع كام الكترون من هول بير، والاكسترنال اللايت اللي نازل اصلا على الديفايس من بره.
عشان كده هتلاقي الفرق بينه هو ايه؟ هو ده. ايه ده؟ هو ماينس ار الريفلكتيفيتي بتاعت السيرفس ده. فشوف بس قد ايه اللايت دخل و 1 بار اي بار ماينس الفا دي ده اللي هو الابزوربشن اللي حصل في الحته دي. اوكي طيب جميل. يبقى كده انا التوتال افشنسي كانها هي مجموع ضرب الاكسترنال والانترنال كوانتم افشنسيز بتوعي. هل في مشكله؟ طيب بعد كده نعرف حاجه اسمها ريسبونسيفيتي. دي مهمه جدا بقى، اللي هي بتقول لي علاقه الكرنت اللي بيطلع في الديفايس للاوبتيكال باور اللي نازله قد ايه، كام وات يطلع لي كام امبير. فبتطلع اليونت بتاعته امبير بير وات، وبقسم ببساطه الايه الكرنت على الاوبتيكال باور. فبنلاقي في الاخر حاجه بايه، لو قعدنا نمشي ورا الايكويشنز كده، دي ريسبونسيفيتي. ريسبونسيفيتي اوكي بتقول لي قد ايه كرنت بيطلع على حسب الاوبتيكال باور بتنزل عليه قد ايه. اوكي طيب، فبتطلع في الاخر لو مشيت ورا الايكويشنز كده تطلع ايه، بتساوي اي تي اي على اتش اف. الاي ده الشارت بتاع الالكترون، والاتش بلانك، والاف الايه فريكوانسي، والايتا اللي احنا ايه اتكلمنا عليه. لو عوضت برضه شلت جيت اجيبها بدلاله الالكترون فولت، هيطلع لي في الاخر ايه، بتساوي ايتا على 1.24 في اللمدا. لو عوضت اللمدا دي بالمايكروميتر هيطلع لي ريسبونسيفيتي على طول زي ما انا عايز. اوكي طيب، فلو بصينا كده على الكيرف بتاع الريسبونسيفيتي مع اللمدا هنلاقي ان هو ايه فانكشن في اللمدا كده المفروض ان هي لينير وسلوب لمدا على 1.24. فلو انا جيت ارسم الايديال كيس دي بتطلع حاجه شبه كده. ده كده الايه اللينير ديبندنس بتاع الريسبونسيفيتي على اللمدا. بس الحقيقه مش حاجه بتبقى ايديال كده. ليه؟ بتلاقي ان الشكل الحقيقي هو الشكل ده. ايه الشكل ده؟ هنلاقي ان هنا مش واخد في اعتباره ان في كات اوف ويف لينث، صح؟ انا قلت انا هقعد ابزورب لحد فين؟ لحد ما الانرجي تبقى اقل من الانرجي جايه، فمش ابزورب. فلازم يقطع القطعه دي عند الكات اوف ايه؟ ويف لينث. دي مش موجوده في الاخر. طيب جميل. طب اللمدا مينيمم دي جايه منين؟ جايه من ان دلوقتي اللايت زي ما قلنا هينزل كده، هيعدي الاول شويه في ريجن مش هيحصل فيها ابزوربشن مش انا عايزها، بعدين يوصل الريجن اللي انا عايزها. الحته دي بتابزورب، صح؟ طب لو الانرجي جاب بتاعتها بقت اكبر من الانرجي جاب دي، مش هيابزورب اي لايت نازل ومش هيعدي اصلا، هيابزورب كل اللايت مش حاجه هتعدي. بس يبقى اللمده منهم دي جايه من الايه؟ من الويندو بتاعتي. الويندو اللي هي ايه؟ اللي قبل الديفايس او الاكتف لاير بتاع الديفايس. فلاقي ده شكل الايه؟ الكيرف بتاع الريسبونسيفيتي الحقيقي مع اي ماتيريال. تلاقي بقى ايه؟ شكلها مختلف شويه، ممكن الماتيريال تبقى عامله كده، الماتيريال تبقى عامله كده وهكذا. بس دايما ليك كات اوف في الهاي ويف لينث وليك كات اوف في المينيمم ويف لينث. اوكي طيب، هل في مشكله؟ طيب جميل جدا، ماشي. ننتقل للسؤال اللي بعده، حته الاي بي دي والريتش ثرو اي بي تي. ايه سؤالك بالظبط؟ عملنا شفت ليه اللي في الاخر هو الديفايس معمول هنا ازاي. لو جيت ارسم شكل الديفايس جنبه لان اللايرز بتاعته عامله ازاي اهي، كل منطقه كده لاير معينه. فادي هنا ده كده البي، وبعدين الان في الاخر، وفي هنا الاي. حته الجيم باب بتبقى لاير زياده هنا في النص، هي الايه اللي بقدر اعمل فيها الكتريك فيلد عالي قوي، وهي اللي بيبقى فيها الجيم. ففي الحاله دي اللاير دي موجوده هنا جوه الديفايس شويه بعد مسافه كده، فطلع لي الجيم في الحته دي. انما هنا اللاير دي هتبقى في الاول خالص، هخلي الايه اللاير دي فيها الجيم اهي، بعد كده بقيت ايه الديفايس بتاعي. اوكي بس هي حاجه في التصنيع نفسه، انا بصنع بقدر العب في الدوبنج بتاع اللايرز، اخلي اللاير دي اقرب للسيرفس ولا لا. اوكي طيب جميل. من الان والاي هنا في جين، ليه جين فوق مش تحت؟ طيب انا على حسب الجين ده جاي منين اصلا. هو جاي منين؟ ان انا بخلي المنطقه دي فيها الكتريك فيلد عالي قوي، وانا عارف ان الفيلوستي هي ايه موبيليتي في الكتريك فيلد، فلما اعلي الكتريك فيلد اعلي الفيلوستي. فلحد ما توصل الفلوس عاليه جدا في الحته دي عن طريق الكتريك فيلد عالي، فابتدي يحصل ايه الافالانش بتاعي. طب على الكتريك فيلد ازاي؟ عن طريق ان انا العب في البيلت ان بوتنشال ده، صح؟ البيلت ان بوتنشال جاي منين في الاخر؟ من الديبليشن ده. فلو زودت الدوبنج هنا هفرق في الكتريك فيلد، فالحته دي بتبقى هايلي دوبت ان بلس، فبتعمل هنا ديبليشن ريجن صغيره جدا. صغيره يعني في الاخر برضو خلي بالكم من حاجه هنقولها برضو احنا ماشيين، بس يعني خلينا نفتكرها. لو عندي في البي ان جانكشن كده كان بيبقى عندي شكل الديستريبيوشن عامل ازاي بتاع التشارج. لو انا مثلا ارسم كده ده الاكس ودي التشارج، فساعتها اقدر اقول ان في الان ده بتبقى تشارج بوزيتيف، صح؟ والناحيه الثانيه بتبقى تشارج نيجاتيف. قيمتها ايه؟ كيو في الان دي، وهنا ماينس كيو في الان ايه، صح كده؟ طيب المسافه دي قد ايه؟ قد الديستريبيوشن ريجن قد ايه؟ فعلى حسب الدوبنج ده كنت تقدر تصغر وتكبر دي. يعني لو انت عندك
ماتيريال تانية فيها ال ND ده مثلا عالي قوي فبتلاقي ديبليشن صغير قوي في الماتيريال دي بالظبط. فبتلاقي شكله عامل ازاي؟ ليه عامل كده مثلا؟ اوكي طيب يبقى في الحاله دي لو انا ركزت الشارج في حته صغيره قوي فيبقى الالكتريك فيلد في الحته دي بس عالي لان المسافه صغيره، لان في الاخر هو ايه؟ هو فرق الفولتج على الديستنس. الالكتريك فيلد هو الايه؟ الفولتج على الديستنس. فالمسافه الديستنس دي قوي هكبر الالكتريك فيلد قوي، فبتلاقي ان عشان اجيب الجين في الحته دي بعمل ايه؟ بعمل هاي دوبنج، فبالتالي الدين ديشن صغيره فيحصل الجين هنا. فالجنكشن ده حصل هنا لما بين ايه؟ بي وان بلس، فيحصل الايفكت ده. انما هنا ما بين اي وان وده مش هاي دوب، فتلاقي الايفكت ده عادي، الديشن ديشن كبيره شويه فمش هيحصل جين زي ما انت متخيل. فانا حسب انا بقى انجير انا عايز، انا عايز الجين من تحت انا هعمله من تحت وانا هعكس الدوبنج. الفكره الجايه منين؟ جيم ميكانيزم فرق الايه؟ الان بلس من بي. اوكي جاوبت عليك؟ ماشي. اللامدا كات اوف ماكسيمم، ما فهمنا ليه؟ طيب المينيمم جاي ليه؟ جاي نتيجه ان اللاي زي ما قلنا كده مش هيخش على طول على الديبليشن ريجن بتاعتي، بيمشي الاول في ماتيريال تاني صح؟ اللي هي الايه؟ الحته البي بوزيتيف اللي هي مش ما فيهاش ديبليشن، يعني اللي هي الاندوبت او الدوبت بس ما فيهاش ديبليشن يعني. طيب فالماتيريال دي بتابزورب صح؟ وهي ماشيه كده. فانا دلوقتي لو انا خليت الانرجي جاب عامل ازاي؟ ارسمها لكم عشان تتخيلوها. طيب ماشي. لو انا كده ده البي وده الحته الان اللي انا ايه سوري الاي لاين هابزورب فيها هنا. اوكي لو الانرجي جاب دي اعلى من الانرجي جاب دي فكده اي الكترو اي فوتون المفروض دي جت ابزوربد هنا. لا كده العكس، انا عايز العكس. اوكي كده الانرجي جاب دي اصغر، فاي فوتون من هنا مش نفس الانرجي جاب دي هتحقق ان هو جت ابزوربد. فهتلاقي ان انا ممكن اللايت اللي نازل ده كله جيت ابزوربد هنا ومفيش حاجه فيهم توصل لهنا اصلا. فبالتالي بيحصل لي ايه في الاخر؟ مفيش لايت فيهم هيكونتريبيوت لكرنت، فبلاقي الاخر سبونسيفيتي بكام؟ توصل لزيرو. اوكي طيب هل كان عنده مشكله في الكونسبتس كده كلها عشان نحل مسائل؟ فكده فهمنا الفوتو دايت شغال ازاي وفكره البي ان وبي اي ان والكلام ده كله. طيب جميل ماشي. كنا بس حاجه اقولها سريعا في الاي بي دي ان الماتيريال فاكتور ده بيبقى معتمد على الفولتج ابلاي بتاعي. يعني ايه؟ يعني بلاقي ان انا كل ما ازود ابلاي فولتج كل ما الماتيريال فاكتور بيزيد. لو افتكر كام الارقام كانت في السلايدز، كان مثلا ايه عندنا مثلا 50 ماتيريال فاكتور بتبقى الفولت مثلا حوالي 200 فولت. دي بتبقى مشكله في الاستخدام ان انا مش هقدر ابلاي فولت عالي قوي كده في الاستخدام. 200 فولت ده مش سهل ان انا جنريت في سيركت، فعشان كده بتبقى ايه؟ بتبقى تريد اوف شويه ان انا اقدر ازود الفولت اللي استخدمه عشان اجيب سيجنال اعلى بس هبقى خسرت في الايه؟ في الفولتج بتاعي. طيب تعالى نبدا ايه نمشي في المسائل ونشوف الدنيا تمشي ازاي. طيب فاول سؤال مديني فوتو ديتكتور بيقول لي شغال عند لامدا 1.3 مايكرومتر والريسبونسيفيتي بتاعتي ب 0.75 امبير بير وات، وعايز احسب الافشنسي بتاعته. فتعال نبص كده هيبقى عندي مشكله ولا لا. لو جيت احسب من هنا هلاقي ان انا سبسيفيتي معايا ومعايا الويفلنس، عايز احسب بس الافشنسي، فتلاقي ايه؟ هقدر اعوض بصوره ما فيهاش مشكله. اوكي
فانت لو انت مش فاكر 1.24 دي يعني في الاخر دي جت ان احنا عوضنا بالفاليوز بتاعه دي الاي والاتش اللي احنا عارفينهم ايه فطلعت في الاخر وشلت الاف دي بقت ايه سي على لامدا فبقى لي اتش سي على اي واللامدا بقت فوق بقى لي هو الرقم ده لو انت مش حافظها مش مشكله مش مهم تحفظ دي لو انت عارف القانون نفسه عوض عادي يعني مش مشكله فساعتها اقدر ايه انا اقدر اعوض على طول واقول ايه ان 1.24 في الار على لامدا تساوي كام واحسبه خلاص بس خلي بالك لو استخدم القانون ده هتحط اللامدا بالمايكرو مش بحاجه ثانيه يعني لو كان مديني اللامدا ب 1300 نانو لازم اخليها ايه 1.3 اوكي طيب سؤال رقم 2 بيقول لي ايه؟ بيقول لي عندي فوتو ديتكتور بيجنريت 1 الكترون هول بير لكل 3 فوتو ينزلوا عليه. اوكي؟ طيب بيقول لي شغال عند لامدا ب 0.8 مايكرومتر وبيقول لي اسامبشن مهم بيقول لي ايه؟ اسيوم ان كل الالكترونز ار كولكتد. يعني ايه؟ فرق بين حاجتين ان الفوتون يجنريت الكترون هول بير اصلا وانه يجيت كولكتد بمعنى ان انا عندي مثلا اهو ديفايس اهو زي ما قلنا كده ونازل عليه فوتونز اوكي؟ وهنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي لكل 3 فوتونز انسيدنت هيجنريت هنا 1 الكترون هول بير. بالظبط مش ده على 3 بس السؤال ايه؟ هل كل الالكترونز اللي طلعت دي بتجيت كولكتد ولا لا؟ ده السؤال يعني لو كان قال السؤال بطريقه ثانيه لو كان قال لي مثلا ان 2 الكترون هول بيرز بيجيت جنريتد لكل 3 فوتونز داخلين تمام بس مش كل الكترون هول بير بيجيت كولكتد واحد بس. بالظبط هو ممكن يكون بيلحق يجنريت الكترون هول بير ومش بيلحقوا يتسحبوا بالالكتريك فيل بيريكومباينوا تاني فساعتها يبقى الافكتيف ايه اللي حصل؟ الثلاثه عملوا جنريشن الاثنين لان مثلا كان في فوتون فقد في السيرفس هنا او ابزوربت في الطريق. طيب اللي وصل وصلوا اثنين فطلعوا اثنين زيهم بس في واحد فيهم طلع في الكرنت وواحد ما لحقش. في الاخر الافشنسي اثنين على ثلاثه ولا واحد على ثلاثه؟ كم؟ واحد على ثلاثه. لا مش هضرب اثنين في بعض. هلاقي ان في الاخر ان انا ماشي كان دي الاكسترنال كان دي الانترنال بس في الاخر هتلاقي ان دي ايه؟ 2 على 3 ودي 1 على 2 صح؟ تبقى التوتال في الاخر كام؟ 1 على 3 هي نفسها يا اما اقول ان في الاخر بقى 1 من اصل 3 يا اما 3 بقوا 2 ولو 2 بقى 1 اوكي؟ كان دي الاكسترنال ودي الانترنال يعني. طيب جميل فهو الاسامبشن لما قال لي كده قال لي ايه؟ هسيب اقول كولكتد فانا خلاص عرفت ان ايه؟ ان مفيش واحد فيهم هيفقد في النص فيبقى كان الافشنسي على طول هقدر اقول هي بكام؟ 1 على 3. طيب جميل بعد كده بيقول لي هات الماكسيم انرجي جاب اللي اقدر ابزورب عندها في الفوتو ديكتور ده فاعمل ايه؟ بالظبط فاستخدم القانون ده على طول بيقول لي ايه؟ ان اللامدا كات اوف هي 1.24 على الانرجي جاب الكترون فولت فاقدر الانرجي جاب على طول هي ايه؟ 1.4 على اللامدا اوكي؟ اطلع ايه؟ بكام؟ طيب خلي بالك هيطلع ده زي ما قلنا هيطلع بالايه؟ بالالكترون فولت. فهو لو عايزه بالالكترون فولت او ما حددش خلاص ممكن تسيبه له عادي. لو عايزه بالجول هضطر ايه؟ تضرب في الايه؟ في التشارج بتاعت الايه؟ الالكترون عشان تطلع في الاخر كام؟ جول. اوكي؟ طيب بعد كده عايز الكرنت عند لما تنزل الاوبتيكال باور ب 10 باور ماينس 7 وات. اعمل ايه؟ بالظبط ابص الاقي ان انا ايه؟ يا اما احسب ريسبونسيفيتي بالظبط كده
بالظبط. فاقدر انا اما يعني احسب الريسبونسيف لوحدها الاول اطلع بكام, بعدين اجيب الاي هي ار في البي, او اساوي القانونين بعض على طول, فاقدر اقول ايه ان الاي هتبقى بكام. كان الريسبونسيفيتي في البي نوت اللي هي ايتا على 1.24 في اللامدا مضروبه في البي نوت, اقدر احسب تطلع لي بكام. ليه ماكسيمم؟ اوكي علشان عشان ايه؟ تمام. طيب الفكرة في ايه؟ الفكرة ان هو دلوقتي بيقول لي انا شغال عند لامدا 0.8 اوكي؟ طيب فاللامدا 0.8 دي علشان تقدر الايرج جاب تبقى قدها هتحسبها بالقانون ده. الفكرة بقى ماكسيموم مينيموم انهي؟ يعني انا لو جبت دلوقتي حسبت اللامدا دي, اللامدا سي اهي طلعت لي انرجي جاب معينة, فخلاص فعرفت ان دي انرجي جاب بتاعتي. لو جبت سيمي كوندكتور تاني يبقى انرجي جاب اعلى. هيشتغل ولا لا؟ مش هيشتغل. يبقى كأن ده مثل لي الماكسيموم انرجي جاب اللي اقدر اشتغل عندها بالويف لينس ده. فاهم الفكره؟ لكن الانرجي جاب دي بقى لوحدها في منها حاجه ابزورب كده وفي حاجه بتابزورب اكبر واصغر وهكذا. فاصغر انرجي هتديني ايه؟ ماكسيموم ويف لينث. هي بس يعني اختلاف الاوردنج شويه بس هي الفكره سهله. فاهم؟ هو لو انا كنت عندي الويف لينث ده انرجي جاب اني هعرف اشتغل بيها اللي هي ليميت الانرجي جاب. اوكي؟ طيب حضرتك عندك سؤال في السؤال المساله كلها في اي حاجه؟ ماشي. طيب سؤال رقم 3 مديني ايه؟ مديني كيرف بتاع ريسبونسيفيتي مع اللامدا اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه, وبيقول لي ايه؟ بيقول لي هات اللامدا اللي عندها ماكسيمم افشنسي وهات لي افشنسي بكام. طيب فلو عندي الكيرف ده كده, هل الماكسيمم افشنسي هي النقطه دي اعلى نقطه ولا هي ادي نقطه في الكيرف؟ فكروا كده. بيقول عايز ماكسيمم افشنسي مش ماكسيمم ريسبونسيفيتي. ايوه بس كونستنت لامدا صح؟ ماشي. فانا ببلوت اللامدا فيرسس الار, فكان دول فاريبلز بتوعي وده الايه اللي حاجه بتروح منها. يبقى انا ساعتها لو خدت ماكسيمم ار هل هتبقى هي ماكسيمم افشنسي ولا بشرط؟ ايوه بالظبط كده. انا عندي دلوقتي ده زي ما قلنا علاقه الار باللامدا كانها سيريت لاين, ده السلوب بتاعه. يبقى الماكسيمم افشنسي عند ماكسيمم سلوب مش شرط عند ماكسيمم ار. يبقى انا اجي ابص كده على الكيرف هنا, لو لقيت النقطه دي هي ماكسيمم سلوب لا, هلاقي ان في نقطه هنا كده السلوب فيها اعلى, هي دي. طيب في الحاله دي الماكسيمم سلوب هلاقي مثلا ساعتها عند 700 نانومتر, اقول عندها الار بكام؟ لو بصيت كده على الكيرف هلاقي الار دي بكام؟ ب 0.45. بس يبقى ساعتها اقدر اعوض على طول في القانون واقول ايه؟ اطلع الافشنسي بكام؟ يعني الار بتساوي الايتا على 1.24 في اللامدا, اللامدا دي 700 والار 0.45, اقدر احسب الافشنسي بكام؟
على حسب. اوكي هو بس السؤال ده كله هدفه ان هو يعرفك الفرق ما بين فكره الماكسيمم. هو مش ماكسيمم ار, هي ماكسيمم سلوب. فانت تفكر في الافشنسي غير الايه, غير الريسبونسيفيتي يعني. حد عنده سؤال؟ جميل. سؤال رقم 4, مديني سيليكون بي اي ان فوتو دايود وبيقول لي الاكتف اريا فيه عباره عن 0.4 ملم سكوير, شغال عند لامدا ب 700 نانومتر, والانسيدنت لايت انتنسيتي ب 0.1 ملي وات بير سنتيمتر سكوير. اوكي بيقول لي ده لما اللايت انتنسيتي بينزل عليه بيجنريت كارنت 56.6 نانو امبير. ما تلخبطش الاي دي بالاي دي, دي الانتنسيتي بتاعت اللايت. اوكي طيب فعايز يحسب الار سبيسيفيتي والايتا, اعمل ايه؟ تمام ايوه بالظبط كده. اقول باور انتنسيتي في الاريا بالظبط, الريسبونسيفيتي انت عارفها هي علاقه الاوتبوت كارنت بالاوبتيكال باور, فاقدر ايه احسبها عادي. اوكي طيب بعد كده الافشنسي خلاص بقى سهله, انا عارف الار اقدر احسب الافشنسي ايه نفس القانون بسهوله, اقدر على طول اقول الافشنسي بكام. طيب حد عنده مشكله سو فار؟ طيب جميل. يعني هنشوف دلوقتي, في ساعات بتيجي كده في ساعات ما بتجيش كده قوي يعني. الشيت شفته كام؟ 19 مسألة يعني لسه شوية. هنرجع 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 بقى هنرجع لها. سبعة 11 بتيجي تتكلم على الاي بي دي فوتو ديتكتور, فبيقول لي عندي انديوم جالي ارسنايد اي بي دي
ليه efficiency 60% شغال عند لامدا 1.55 ده ان efficiency دي عن الام بواحد لو multiplication factor بواحد انا لسه ايه ما عملتش multiplication. طيب لما اشتغلت عند multiplication ب 12 عايز نحسب التوتال كرنت بعد multiplication عند instant power بكام؟ ب 20 نانو وات والresponsivity بكام عند الام ب 12. اوكي طيب هنعمل ايه؟ ايوه ماشي اوكي بسوي الام واحد او واحد فكان الام واحد مش فارقه يعني ماشي لا ثانية واحدة لا في حاجة غلط طيب هو دلوقتي بيقول لي في الاول انا شغلت عند مالتيبليكيشن بون يعني مش شغال مالتيبليكيشن اصلا كان فوتو دايت عادي فليه افشنسي بكذا عند ويفلينس بكذا طيب بعد كده هبتدي اشغله از مالتيبليكيتور في الام بي 12 فبيقول لي بقى بعد ما مالتيبليكيت الكرنت هيبقى بكام فانا اعمل ايه احسب الاول الكرنت العادي من غير مالتيبليكيشن اللي هو الاي العاديه اللي هي اللي علاقتها بالبي بي نوت بالايه بالريسبونسيفيتي وبعدها ابتدي اضرب في الايه في الفاكتور فهي دي مش هتساوي الثانيه لان الكرنت اتغير يعني لما تغير الام هو ده اللي ثابت الام لما يتغير هو التوتال هيتغير الاي دي كده كده التوتال كرنت ممكن نسميها مثلا اي ام او اي توتال مثلا ده التوتال كرنت اللي هو انا ايه كان عندي الكرنت الواحد هو اي بي نتيجه الاي بي دي اتضرب في كام في فاكتور ام الاي توتال او اي ام ايا كان نسميها حاجه مثلا نسميها مثلا اي ام مثلا اوكي طيب يبقى كده يقول ايه الاي بي الاول بكام نحسبه عن طريق الريسبونسيفيتي في البي نوت مش معايا ريسبونسيفيتي بس اقدر احسبها من كوانتم افشنسي فاقدر اقول ايه ان هي لاندا على 1.24 سوري ايتا انتور في لاندا مضروبه في الباور اللي هي ايه 20 نانو وات اقدر احسب الاي بي بكام بعدها اقول المالتيبلايد كرنت نتيجه وجود الاي بي دي هو الام في الاي بي يعني 12 اي بي واحسبه بكام اوكي ما فيش مشكله ده اللي هو عايزه طيب تاني حاجه عايز الريسبونسيفيتي عند ام ب 12 سؤال هل الريسبونسيفيتي هتتغير ولا لا الريسبونسيفيتي يعني هو عايز التاني بارت عايز الريسبونسيفيتي عند ام ب 12 الافشنسي هتزيد ولا ثابته والريسبونسيفيتي هتزيد ولا ثابته ده السؤال فكر البي نود الايه الانسنت باور صح هل انا غيرت الاوبتيكال باور اللي نازله طيب يبقى البي نود هتبقى ثابته ايه اللي هتغير ماشي دي الريسبونسيفيتي في حاله ايه في حاله الهي مالتيبليكيشن صح احنا بصينا هنا على الفود دايت العادي بصناش على الاي بي دي صح طيب في حاله الاي بي دي هنا الريسبونسيفيتي هتبقى عامله ازاي بالظبط كده التوتال كرنت على بار نازله اللي هي ام في الاي بي على البي نوت يبقى الريسبونسيفيتي في حاله المالتيبليكيشن بتزيد ولا ما بتزيدش بتزيد طيب الكوانتم افشنسي بتزيد ولا ما بتزيدش بالظبط كماتيريال نفسها الماتيريال دي بتقدر تكولكت كام على حاجه بتجنريت كام الكترون هول بير للفوتون النازل وتكولكت منهم قد ايه فمالهاش علاقه بالمالتيبليكيشن اللي انا بعمله ففي الحاله دي الايتا بتبقى كونستانت والار هي اللي بتجي مالتيبلايد بايه بالام فكان مثلا ممكن اقول ان الار ام مثلا الار توتال هي كانها ام في الار العاديه لان هي في الاخر هو نفس الكارنت مضروب فايه هتساوي ام في الاي بي على البي نوت فلاقي في الاخر ان هي بتساوي 12 الريسبونسيفيتي اللي انا هجيبها في الاول اقدر احسبها بكام؟ تطلع بكام؟ يعني في الاخر اقدر احسبها من ايه؟ من هنا يعني اوكي؟ طيب فهي بس تخلي بالكم الموضوع ده ان الافشنسي مش هتتغير ان هي مرتبطه بالماتيريال والدوبينج والكلام ده كله انما الريسبونسيفيتي هتتغير ان هي علاقه الكرنت اللي طالع بالانفوت اللي نازل فانا عملت جين فلازم الكرنت دي تتغير اوكي؟ الافشنسي هي في حد ذاتها ما اتغيرتش يعني انا الريسبونسيفيتي هي في الاخر ايه؟ هي اللامدا على 1.24 مش معنى ان الار زادت ان دي هتزيد ليه لان هنا ضربت فاكتور هنا هو ده اللي زاد اوكي يعني من الاخر هي فكري فيها كده فاندامنتالي اللايت بيابزورب ازاي ان هو يخش في الديبشن ريجن ويتحول ويطلع فوتونز والكلام ده كله طلع الكترونز
فده في حد ذاته ما اتغيرش. اللي اتغير ان الفوتون اللي وصل ده طلع لي كذا الكترون مش الكترون واحد نتيجه ان انا عملت افالانش. فلقيت الريسبونسيفيتي توتال هتزيد بفاكتور ام بس الافشنسي نفسها ما اتغيرتش في حاجه. اوكي اه هنا في الحاله دي ان ايه انا اصلا قال لي ام بواحد اصلا يعني ممكن احطها بس واحد فكاني شغال هنا من غير مالتيبليكيشن خالص. لما هتبقى مالتيبليكيشن الكرنت هيجيت امبليفايد بالفاكتور ده اللي هو هيرفلكت في الار بس مش هيتغير في الايتا الايتا نفسها ثابته. اوكي تمام ماشي. هي يبقى الانترنال مش هتغير والاكسترنال حسب الار مش هتغير ماشي يعني ممكن تعتبرها هتتغير ماشي يعني بس هي من ناحيه المبدا فانا اصل انا عايز بس فاهمين الفرق ان اللي حصل في كفيزيكال فينومينا ما اتغيرتش بس ريفلكتد في الاوتبوت في الاخر. ايوه لا طب ثانيه واحده معلش دي مش تبقى يعني دي الار العاديه. اوكي انا فاهم السؤال اه ان هو هيزيد فين هنا صح ده السؤال. بقت معايا في الام الام في الار هي دي الار الواحده الام ايوه ماشي. ما لما اضرب في الام هي دي كده هضرب ريسبونسيفيتي. اوكي لما اضرب في ام هنا هضرب دي في ام فهضرب هنا في ام بس خلاص يعني فاهم فاكر ان في الاخر دي ريسبونسيفيتي بتاعت الاليمنت الواحد من غير مالتيبليكيشن فده الار هي ايت على 1.4. لما الريسبونسيفيتي كلها تزيد هتزيد ليه؟ لان انا ضربت الفاكتور ده كله في ام زياده اللي جت نتيجه الايه المالتيبليكيشن. اوكي فهي نفس الفكره لسه معايا الافشنسي مش هتغير بواحد. لا ايوه ما البيوت اتغيرت وما اتغيرتش اتغيرتش جميل. اد بي نوت ده الانستنت باور. الانستنت باور بتغير مع المالتيبليكيشن فاكتور ولا لا؟ ما بتتغيرش. انا دي الانستنت باور اللي نازله على الفوتو دايت فنزلت بي نوت معينه ب 20 نانو وات تمام وجيت انا في البايسنج بتاعي بقى رحت ايه؟ بزود الفولتج ده عشان ازود الكرنت اللي معدي. امال البي نوت هتساوي ايه؟ هتساوي الاي بي على الار اللي هي بتساوي نفسها الام في الاي بي على ام في الار. ده دي كانها ريسبونسيفيتي توتال اللي هي نتيجه المالتيبليكيشن صح اللي حسبناها هنا. لكن كفكره انا ضربت المالتيبليكيشن فاكتور في الكرنت فهو زاد الريسبونسيفيتي نفس الفاكتور فكانسنت باور زي ما هي ما اتغيرتش. المالتيبليكيشن جه فين؟ في الكرنت بس. فريفلكتد في الايه؟ في الريسبونسيفيتي بتاعتي اتضربت في الفاكتور ده. اوكي؟ وضحت ولا لسه متلخبطين؟ حلو نبص على البارامتر بتاعتها هيتغير اكسترنال انترنال. الاكسترنال لو انا غيرت ريفليكشن بيحصل لي على السيرفس لو عملت مثلا حطيت انتي ريفليكشن كوتنج فما عادش في ريفليكشن هنا فكميه اللايت اللي هتخش الديفايس هتزيد فساعتها الاكسترنال هتفرق معايا. او غيرت حاجه هنا غيرت الابزوربشن كوفيشن بتاع الماتيريال او غيرت الديستنس اللي هيمشيها لو انا غيرت الديستنس دي هنشوف مساله كده في الشيت ان احنا هنغير الديستنس دي هنصغرها شويه لا الابزوربشن ده اقل معايا. اوكي او الانترنال بقى تتغير ازاي؟ ده بقى حاجه في الانرجي باند دياجرام نفسه ان هو قد ايه كل الالكترون هيطلع كل فوز على كام الكترون والالكتريك فيلد بتاعي هيبقى ابلايد بكام فهي ابزوربهم ولا لا يعني مش سهل انك تستنتجها من القانون بس هي كفيزيكال بتيجي كده يعني. اوكي لسه في سؤال؟ تمام ما انا قلت اهو يبقى في ام هنا يعني دي ريسبونسيفيتي العاديه ريسبونسيفيتي في حاله المالتيبلايد بضرب في ام هنا فلما لو جيت اسويها بالقوانين هتبقى ام في الايتا على 1.24 هنا ما انا بحسب مش مالتيبلايد بحسب العاديه هنا بحسب الكرنت العادي انا عندي قال لي اوبتيكال باور نازله بكذا
عند الام بواحد حسبتها طلع لي كام كرنت بكذا. ما هي نفس الانسنت باور ما اتغيرتش، نفس الانسنت باور. يعني هي ال 20 دي هي اللي عند الواحد وبعدين هي اللي عند ال 12 برضه. وضحت؟ طيب هل عندك سؤال؟ المساله دي فيها حاجه؟ ماشي. ماشي نرجع بس الحته دي في السؤال عشان ما تلخبطوش تاني. الار دي لو كنا حسبناها كانت هتطلع بكام؟ ب 0.75. فلما اضربها في 12 هتبقى بكام؟ هتبقى ب 9. اوكي فريسبونسيفيتي قلنا دايما اصغر من 1 فالزير دي ب 9 عشان ضرب الفاكتور، انما الطبيعي بتاعها دايما هي الار العاديه من 0 ل 1. اوكي دي الفكره يعني. سينيور ده اسم الكتاب اللي واخدين منه المسائل. سينيور ده اسم الكتاب اللي واخدين منه المسائل. اوكي طيب السؤال اللي بعده بيقول ايه؟ بيقول لي عند اي بي دي برضه شغال عند مالتيبليكيشن فاكتور ب 20 وعند لامدا 1.5، بيقول لي احسب الافشنسي والتوتال كرنت. ركز بقى في صيغه السؤال عشان تعرف انت انهي فاريبلز عندك. كالكيت كونت افشنسي اند ذا اوتبوت كرنت فروم ذا ديفايس. يبقى انا كده احسب الكرنت العادي ولا التوتال ولا مالتيبلايد؟ مالتيبلايد ولا العادي؟ بيقول لي اي بي دي شغال عند مالتيبليكيشن فاكتور ب 20 عايز نحسب كونت افشنسي اند اوتبوت كرنت فروم ذا ديفايس. هتملتبلايد ولا العادي؟ ملتبلايد بالظبط. يبقى انا عشان كده كتبت ايه؟ اي ام. بيقول لي بقى اف ايه؟ كان بقيت سؤال اف ذا ريسبونسيفيتي ان ذا ابسنس اوف ملتبليكيشن از 0.6 تبقى دي الار ولا ار ام؟ بالظبط كده، ان هي كده كده اصغر من واحد. اوكي؟ طيب ودي كده الار الايه؟ العاديه اللي هي مش ملتبلايد. بيقول لي لو الانسيدنت فوتونز 10 باور 10 فوتونز بير سكند. اوكي؟ طيب فده برضو ايه؟ فده ما فيهوش مشكله صح؟ اقدر احسب كل حاجه عندي. يعني اقدر اقول ايه؟ ما انا احسب ايه كده دلوقتي؟ ايه اللي ناقصني؟ معايا الام ومعايا الريسبونسيفيتي، عايز احسب التوتال كرنت. ماشي بس ده الكرنت مش ملتبلايد صح؟ ملتبلايد هيبقى ايه؟ ام في الاي فوتون سوري الاي فوتو دايد، فاللي هو هيساوي ايه؟ الام عندي في الاي اللي هي تساوي ايه بقى؟ الاوبتيكال باور في الار. فالار عندي، الاوبتيكال باور بقى هي اللي مش عندي، هجيبها ازاي؟ ايوه، ايه علاقة الفوتونز بير سكند بقى بالباور؟ بالظبط، البي نوت هي في الاخر هي ايه؟ انرجي على تايم، صح؟ ماشي ممكن احسبها احسب الافشنسي عادي خلاص انا حسبت الافشنسي يعني ده كده بتكلم على الاي اللي بعده الافشنسي سهله الافشنسي خلاص هحسبها اقول زي ما انت قلت كده هيبقى ماشي مش مشكله صح فخلاص الافشنسي جبتها خلاص الموضوع انتهى تمام الملتبلاي كرنت لازم اخش في الايه في القصه دي اوكي طيب فالباور هي ايه انرجي على تايم ماشي هو مديني الفوتون دي ايه نمبر على تايم دي محتاج اعمل ايه احولها لانرجي صح فاضرب في ايه اتش نيو بس بالظبط يبقى هي بتساوي فاي في الاتش نيو اقدر احسب اوكي بس هلاقي الطبيعي سهل ما فيهوش مشكله يعني اوكي هو انا بضرب في ايه على اتش نيو كنت لما بيجي في الاي كان في اي كده بتضرب فيها اتش نيو
ايه على اتش نيو ماشي. لو قسمت على ايه يبقى انت كان عايز تجيبها بالالكترون فولت. ممكن تجيب لو الانرجي دي جايبها بالالكترون فولت تقسم على ايه. ده لو غير ايه هتبقى هي عادي، لو بالجول هتبقى اتش نيو. اوكي طيب. مش هتبقى فوق يعني ولا قصدي بينزل من جنب؟ لا لا بيجي كده ولا بيجي كده؟ ينفع كده ينفع كده عادي حسب الديفايس اركتشر بتاعتك انت عبانيه ازاي. هتلاقي ان ده ليه مزايا وده ليه عيوب. بمعنى لما تنزل كده هتخسر انك تخسر شويه ابزورشن هنا، بس هتنزل على كل الديبشن لاير دي. لما تنزل من هنا الديبشن لاير هي كده، فالجزء ده مش هيبقى ليه لازمه، ده بس ليه لازمه. فيعني هي اختلاف الابلكيشن، انت ممكن تستخدم تقلب الديفايس على حسب انت عايز اللايت هيخش له ازاي وكده. يعني انت دلوقتي اللايت بيحصل ابزورشن فين؟ في الديبشن ريجن صح؟ فاللايت لما يمشي يخش من هنا كده هيعدي الاول في منطقه هيجيت ابزورب، فهتخسر منه لايت اللي هو الايه دي باور ماينس الفا دي تمام. بس لما يوصل هنا اللايت هيلمينيت ده، هيلمينيت السيرفيس ده كله زي بعضه، فيلاقي كله تشارج كاريرز يقدر يعمل لها اكسايتيشن، فيروح عامل ايه يابزورب الحته دي كلها ويبدا يابزورب. طب لو نزل من هنا هيلاقي انه ينزل الحته دي ما فيهاش اصلا ديبليت ريجن، فهو هينزل هيابزورب عادي ملوش لازمه، الحته بس دي تبقى مفيده. فتلاقي اللايت بيمشي هنا ده ما استفادش بيه قوي بس استفدت بده. طب ممكن عاوز ده ليه ابلكيشنز معين اوكي. فانت ده عادي اللي موجودين في الجراف الالكتريك فيلد. لا هبص عليه بقى من ناحيه ثانيه بقى. انت بصيت هنا كنت بتبص ده كده هتشوف بقى الالكتريك فيلد بيتغير هنا ازاي، قصه ثانيه. بس احنا التول اللي انتوا بتاخدوه كله بيبقى ايه معظم الالمنيشن من 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 التوب سايد او البوتوم سايد، انما من الجنب دي مش عليكم قوي يعني اوكي، مختلفه شويه اوكي. طيب هل عندك سؤال؟ رقم 13 شبه 12 بالظبط، هيبقى نفس الفكره يعني لو ايه هيديك برده اوبتيكال باور وانسيدنت فوتون بتاعه تقعد تعوض بيها تعرف تحسبها بسهوله ايه ما فيهاش مشكله. خلينا ايه نسكيب سؤال 13. على الفوتو ديتكتورز كلها بعدين في الاخر اخر كام مساله كده على النويز كولونال باور اللي كانت اخر سلايدين كده في اخر سلايدين في الايه في الكلام ده. بعد كده الشيء بقى اللي جاي هيبقى على النويز بقى كلها اللي هو دكتور رحمه بدا فيها. طيب انا قلت ماشي. طب سو فار كده حد عنده سؤال في كل اللي فات؟ يعني احنا كده اتكلمنا على مبدئيا على البي ان دايز والبي اي ان وعلى الافالانش وفهمنا فكره المالتيبليكيشن والكلام ده كله. حد عنده مشكله فيها؟ فكره الريسبونسيفيتي، فكره الافيشنسي، الكلام ده؟ عشان نخش فكره ثانيه شويه بقى، فكره الريسبونس بتاعه والسبيد والكلام ده كله. حد عنده مشكله حد دي؟ قشطه؟
يعني ايه شكله؟ ده شكله في السبيشال ديستريبيوشن كبيم يعني على حسب الاكتف اريا بتاعتك واللايت ده واخد منها قد ايه. يعني انت لو عندك دايت كده مثلا دايت اهو ليتس سي يعني, فانت بتنزل لايت كده, فالبيم بتاعك لو عامل كده مثلا, ما انت عندك ده كله ده مش هيخش معاك, ده بس اللي هيخش, فهيكابل منه قد ايه؟ ده سؤال. طب لو البيم تاني عامل كده كله هيكابل, تمام. سؤالك بقى هو بيكابل هنا في الحته دي الانجل دي بكام؟ في الراجل ده في الاخر ليه نمركل ابشر معين يقدر اكسبت بيه اللايت, فلو البيم النازل ده بزاويه هنا راح تعمل زاويه كده, راح تعمل زاويه كده, هيكابل انهي؟ قصه ثانيه يعني. احنا بنتكلم دلوقتي اسيومنج ان انت نازل نورمال انسيدنس وانتش ليمتد بالنمركل ابشر بتاع الديفايس, انت بس ليمتد بالايه, بالابزوربشن والويف لينس وقصص دي يعني. طبعا طبعا طبعا, انت انت عايز تكسر حقيقي, انت هتشوف هيكابل باور قد ايه, لم تاخد في حسابك كل الكلام ده, شكل البيم السبيكترم بتاعه الفريكوانسي بالظبط كده بالظبط كده, شوف قد ايه هيكابل كميه باور قد ايه من السوليد انجل دي. اوكي بس ما نطلعش بره الموضوع يعني. طيب دلوقتي نتكلم في الحاجه اللي بعدها اللي هي بتتكلم على ايه, على السبيد بتاعت الديتكشن. يعني دلوقتي انا عندي الفوتو ديتكتور ده بيرسبوند للايه, يعني اللايت بينزل عليه بيطلع كرنت, فعبال ما يطلع الكرنت ده بياخد ديلي قد ايه؟ ده اللي بتكلم عليه, ان في الاخر الريسبونس بتاعي ده اللي هو الديلي اللي بيحصل هيبقى في الاخر معتمد على الباندويث اللي اقدر استخدمه عليه في الاخر. يعني هقدر اعمل موديليشن باندويث قد ايه على حسب ما اللايت هيرسبوند ازاي. يعني لو اللايت بيرسبوند ببطء مش عارف اغير عليه السيجنال بسرعه, فاضطر ان انا ايه اصغر السيجنال ببطء وهكذا. في الاخر لازم نحسب الايه الديلي اللي بيحصل عندي في السيستم. طيب هنلاقي ان هو عباره عن يعني كومبايند افكت من ايه, من اربع حاجات, من حاجه اسمها الدريفت تايم, وحاجه اسمها الديفيوجن تايم, والار سي كونستانت نتيجه وجود كاباسيتنس في السيستم, والتايم بتاع الاي بي دي لو عندي اي بي دي. يعني القانون ده فارد للاي بي دي كله او العادي, لو مفيش اي بي دي هيبقى ده ايه, ده بزيرو. طيب فتعالى نفهم واحده واحده كده. التايم بتاع الدريفت عباره عن ايه؟ عباره عن التايم لو جيت ارسم كده شكل الديفايس اهو في اي ان, وعباره عن التايم اللي هياخده الفوتون سوري الالكترون, عندي الفوتون نزل اهو كده, حول من فوتون الالكترون, الالكترون ده قبل ما يمشي يعدي الريجون دي ويطلع ايه عشان يجيت ابزوربد في الايه, في السيركت اللي بره وتبقى ايه يعمل كرنت. التايم ده قد ايه؟ فببساطه على حسب الفيلوسيتي اللي ماشي بيها هنا على الايه الديستنس اللي مشيها, مش مثلا نسميها دبليو, بفيلوسيتي كام الفي دريفت, يبقى التايم ده عباره عن ايه, المسافه اللي هيمشيها على الفي دريفت. طيب الفي دريفت بكام؟ لو تفتكروا كده كان علاقه الفي مع الالكتريك فيلد بحاجه بالمنظر ده كده, بتساتوريت عند فاليو معينه. طول ما انا في الحته اللينير دي كنا نقدر نقول ان الفي بتساوي الفي دريفت يعني بتساوي الميو في الالكتريك فيلد. الميو ده اللي هي الايه, الموبيليتي بتاعت الكارير بتاعي. ففي بنعرف حاجتين, حاجه الموبيليتي للهولدز, موبيليتي للايه, للالكترونز. احنا عارفين الالكترونز اسرع من الهولدز, فبتبقى الموبيليتي الاي اعلى من الاتش. طيب فبتبقى الفلوستي دريفت فلوستي معتمد على الالكتريك فيلد لينيرلي في الحته دي, بعد كده بتساتوريت بتوصل لايه, لفي دي ساتوريشن عند فاليو معينه من ماكسيمم الكتريك فيلد. كل ما تعلي الكتريك فيلد اكتر من كده السبيد مش هتزيد عن كده. اوكي خلي بالكوا الموضوع ايه, خليه في دماغك. طيب انا كده اقدر احسب التايم دريفت على طول, هو الويت على الفلوستي, والفلوستي بيجي من الريليشن دي. لو انا شغال قبل الماكسيمم, لو شغال بعد هبقى ايه, ليه ساتوريشن فلوستي معين. طيب ادي اول ايه تايم عندي. تاني تايم التايم بتاع الديفيوجن. الديفيوجن بتاع ايه؟ الكاريرز لما ينزل هنا كده اللايت ينزل عندي ويبدا يجيت ابزورب ويجنريت الكترونز, فلاقي ان في الحته دي في الكترونز اعلى من الحته الديبليتد. يعني انا لو رسمتها اوسع شويه يعني هتلاقي ان الحته الديبليتد دي قلنا ما فيهاش الكترونز صح, هي تشارج كارير ثابته, فالالكترونز بتبتدي جنريت على الناحيه الثانيه منها, يبتدي ابزورب هنا وفي الكترونز هتزيد هنا كده, فتلاقي ان في جريدينت للكونسنتريشن, في الكترونز هنا اعلى من هنا,
كانك بصيت كده على كونسنتريشن مع مسافه وده مثلا الكترون كونسنتريشن، فتلاقي ان ايه في هنا اعلى من هنا. طالما اي عندك اي فرق كونسنتريشن كده جريديانت في اي حته لازم يحصل ديفيوجن في اتجاه من العالي القليل، فتلاقي الالكترون ديفيوز من هنا لحد ما تخش الديبليشن ريجون، تلاقي بقى الالكتريك فيلد اللي هيشدها هتروح ايه مكمله في السيركت. اوكي، فيبقى هي في الاول بتبقى شويه ديفيوجن كده لحد ما توصل للديبليشن ريجون قبل ما تسحب الالكتريك فيلد. فالديفيوجن طيب معتمد على ايه؟ معتمد على المسافه اللي هيمشيها دي في الحته الحصريه ديفيوجن، اللي هي المسافه اللي قبل الديبليشن ريجون، خلي بالكم الحته دي المسافه دي، ومعتمد على حاجه اسمها دي سي اللي هو الايه الديفيوجن كونستنت. اوكي طيب جميل جدا. يبقى انا في الاخر محكوم بايه؟ كأني ببساطة ما اشوف الالكترون ده من اول ما اللايت نزل على على الوش الديفايس يبدا الالكترون هياخد وقت عشان يمشي الحته دي، فده خدت في حسابي في تي ديفيوجن. بعدين وصل الديفيوجن ريجن فالالكتر فيلد سحبه فهيدخل هيدخل بيه التي دريفت بس. وبعد كده عندي ديلي تاني جاي نتيجه ايه؟ ان انا عندي هنا تشارج كاريرز، فكان في الاخر في بارال بليت كاباستور، عندي هنا تشارج بوزيتيف وهنا نيجاتيف، ففي هنا ايه ده كاباستنس بتساوي كام؟ تساوي ايبسلون اي على على دبليو. فالكاباستنس دي بتعمل لي ديلي عن طريق ايه؟ الار سي كونستنت بتاعي، لان اكيد ليه في الاخر ديلي ريزيستنس. يعني في الاخر كده اعمل له مودرن كده لان هو عباره عن ريزيستنس كاباستنس، في طبعا هنا السورس بتاعي. فالريزيستنس دي بكام؟ نتيجه الايه؟ الماتيريال بتاعتي. وكمان ممكن يكون في ريزيستنس ثانيه بره مثلا حاطط لود معين، فالار لود هتخش معايا في الايه؟ في الار دي. ففي الاخر عندي توتال ار سي كونستنت عباره عن ايه؟ عباره عن التوتال ريزيستنس اللي عندي في الكاباستنس الجيفن اللي هي نتيجه الايه؟ الجنكشن دي. طيب فده كده ايه تالت افكت معايا اللي هو الار سي. اخر واحد هو التايم بتاع الاي بي دي اللي هو ايه الوقت اللي بيحتاجه علشان الالكترون يبدا يجنريت ويخبط في واحد تاني ويجنريت واحد تاني وهكذا، بياخد شويه وقت ديلي كده. تحسب ازاي؟ تحسب الايه الريليشن دي. اوكي لما تكون فاكتور في الويت اللي عندي على الايه الدريفت فيلوسيتي. اوكي طيب فدلوقتي انا قلت في اي فوتو ديتكتور هيبقى انا مفهوم محكوم بالاربع حاجات دول. طيب في حاله الاي بي دي هلاقي ان اللي هيبقى الدوميننت سورس عندي هو ايه؟ التايم بتاع الاي بي دي، هيبقى ده اكتر وقت ديلي بيحصل، الدريفت ديفيوجن اسرع منه، كذلك الار سي. ساعتها كده اقدر اقول ساعتها ان التوتال ديلي هو ايه؟ بتاع الاي بي دي نفسه. واحنا قلنا الباند ويث عباره عن ايه؟ 1 على 2 باي في التاوله حسبته. فلو عوضت هلاقي ان ايه؟ يبقى عندي حاجه اسمها يعني لو جبت الام هلاقي الام دي هنا تحت او اضربها هنا في الاخر عندي البي في الام بتساوي الريليشن دي. فكان هنا بدأنا نقول ان عندي كونستانت جين باند ويث برودكت. لو حبيت ازود الام هعلي مالتيبليكيشن فاكتور، ده اللي انا عايزه اديتكت لايت سيجنال اقل، هخسر باند ويث على طول، ان انا ايه الديفايس هيرسبوند في ابطا فمش هقدر اموديليت بباند ويث اعلى. فده برضو تريد اوف موجود عندي دايما في الايه في الاي بي دي، ان انا عايز اكسب مالتيبليكيشن فاكتور اعلي سنسيفتي هخسر باند ويث والعكس صحيح. طيب لو اي سورس تاني بقى مش اي بي دي هبقى دومينيتد بانهي؟ على حسب بقى الايه الفاكتور دي هحسبهم شو فيهم اكبر فهيبقى هو دومينيتد بي، او لو قد بعض خلاص هاخد التوتال افكت ايه عن طريق السكوير روت. طيب هل ده عن سؤال حدوتي؟ لا دريفت ولا ديفيوجن؟ الديفيوجن من اول ما هنا من اول ما يخش جيت ابزورب ويبتدي يطلع الكترونز لحد ما يوصل المنطقه اللي هيحصل له فيها ايه؟ انه يتسحب بالالكتريك فيلد الديبليشن. فالمنطقه دي قبل مش لحد الاخر. بعد كده دريفت بالظبط. فكان الحته دي هي الديفيوجن، بعد كده دريفت في الحته دي، بعد كده خلاص هيخش جوه السيركت وهيكمل بقى ايه خلاص بقى داخل جوه الكاريرز عادي. اوكي سؤالك. ستيدي ستيت ولا ايكوليبريم؟ فاهم الفرق؟ ستيدي ستيت ده يعني لو انت مثبت الايكوليبريم ده خلاص مش حاجه بتتغير مش حاجه بتحصل والدنيا ثابته. ستيدي ستيت ممكن تكون بتنجكت كارنت او كاريرز بس هي ستيدي ان هو بتدخل وبتطلع في نفس الوقت، ففي الاخر في ستيدي ستيت بس انت بتنجكت. بتسيرب الايكوليبريم بس انت ات سام بوينت توصل ستيدي ستيت، لان في الاخر الكاريرز مش هتطلع من العدم. يعني في الاخر انت مش انجكت خمسه ويطلعوا 100 في الاخر انت هتروح فين؟ فات سام بوينت هتجكت خمسه وتطلع خمسه وفي كارنت ثابت هو ده الايه؟ الكارنت اللي عندك ثابت في السيركت. ماشي ما هو انت اللايت اللي بينزل الفوتون تنزل دي هنا بتجنريت فبالتالي بيحصل لك كونسنتريشن ازيد فبتمشي فبتقل بس في نفس الوقت وبيجنريت تاني، فتلاقي دايما عندك دايما كونستنت جريدينت ماشي معاك على طول بيجنريت تاني بزياده وعلى طول بيمشوا. فات سام بوينت في الكلوب في ستيت ستيت هتحصل. لا
خلي بالك ان الالكترون بمعنى على طول هول، ده من الكترون هول بير جنريشن، فانت ما بتتكلمش على عدد واحده لوحده، بتتكلم على مثلا ليتس الالكترونز بس اللي هي بطبيعه الحال بتساوي الهولز برضه. فالالكترونز اول ما بتيجي هنا الفوتونز هتابزورب وتطلع الكترونز، ففي الحته دي الالكترونز بقى اعلى من هنا، انت كل ما بتمشي بتخسر لايت، فاكيد احتماليه اكبر كونسنتريشن الالكترونز اقرب للسطح فوق. طيب فبالتالي هتلاقي في كونسنتريشن جريدينت للالكترونز من هنا لهنا، فبتدي الالكترونز تديفيوز كده. طب وهي بتديفيوز هي بتقل من فوق صح، بس في لايت لسه بينزل فهي بتزيد برضه، فتلاقي ان في سلسله هتحصل ان هو بتزيد وبتتسحب بتزيد وبتتسحب، وبعدين هتوصل للسلسله سام بوينت. بس دايما هتلاقي ان السلسله دي فيها برضه كونسنتريشن جريدينت موجود، انت دايما بتزود من فوق دايما بتسحب من تحت بالظبط، لان كده كده اللايت جاي من فوق، فانت باي ديفولت هتلاقي الالكترونز فوق اكتر بتجنريت اكتر من تحت، فطول ما انت ماشي بتقل بس بتنجكت فوق تاني. ايوه هو في الاصل كده في ديفيوجن، بس انت بتكرر بتزود كونسنتريشن فالديفيوجن بيزيد مثلا، بس سام بوينت بيوصل للكوليبريم هيبقى في ريت معين للنازل زي الريت اللي بيجي من فوق، فخلاص فده الكوليبريم بتاعك. بيجنشن عادي بس لحد ما سام بوينت هتلاقي ان ايه، يعني اول ما بتحط الجنكشنز دول بعض يتحصل الديفيوجن اللي احنا عارفينه، تشارت تروح من هنا تروح من هنا، في الاخر بقى لي ايه الديبليشن ريجن دي وخلاص يبقى الديفيوجن ثابت، كان ده اللي كل هنا الكوليبريم حصل، ان خلاص الدريفت بقى قد الديفيوجن بقى كرنت بزيرو. يعني انت في الاخر حته الدايد لوحدها كان مفيش كرنت ليه؟ عشان في دريفت نتيجه الكتريك فيد وفي ديفيوجن عكسه. بس هنا بقى نفس الكلام بس انت بتنجكت بقى من فوق، ففي ستيدي ستيت وانت بتنجكت حاجه بتسحب من تحت. بالظبط كده بالظبط كده، فعشان كده انت بتركز في الحته دي بس. لا هو كده كده في ديفيوجن بس هو بيزود الريت بتاعه نتيجه ان هو زود الكارير فوق، كده كده موجود. اوكي حد عنده سؤال لحد دلوقتي؟ جي منين؟ ايه المشكله؟ يعني ايه المشكله؟ الماكسيمم تايم هيسيت باوندري الفريكونسي واحد عليه، فهي بس الاوميجا واحد على 2 باي تي تي ليه؟ لا جبناه الاثنين اهو، ما البي هي واحد على 2 باي في تاو، والتاو دي مجموعه كله، في حاله الاي بي دي التاو هتساوي تاو تي بي دي، فاضع عوض على طول بالقانون، انما هنا هتحط هتلاقي قانون كبير بس خلاص مش لازم. في حاله الاي بي دي هيبقى الدوميننت سورس للدلي هو الاي بي دي، فالتاو هتساوي الايه؟ تي اي بي دي، فلاقي ان الكود كده اختفى ليه؟ بالظبط في حاله الاي بي دي، فلما طنشها بقى لي بس الاي بي دي فاقدر اعوض على طول القانون واحد على 2 باي اي بي دي وافك القانون هتلاقي طلع لي المنظر ده. اوكي حد عنده سؤال؟ واضح طيب ولا ايه؟ لا كويس.
طيب مسألة رقم 5 بيقول لي ايه؟ مديني سيليكون بي اي ان فوتودايد، بيقول لي الثيكنس بتاع الانترنسك لاير 20 مايكرو والثيكنس بتاع البي بلس لاير 0.1 مايكرو. ليه؟ دبليو تي تي ايه؟ ثيكنس يعني؟ لا دي الثيكنس بتاع البي بلس ريجن. يعني عندي الديفايس اهو، الديفايس بتاعه اوكي بي اي ان توست ريفرس بايس احنا عارفين اوكي. طيب فالدبليو اي ده بيقول لي الثيكنس بتاع الانترنسك ريجن، يعني دي الدبليو اي اللي هي ايه؟ 20 مايكرو. طيب والثيكنس بتاع البي بلس ريجون 0.1 مايكرو، الحته دي 0.1 مايكرو اوكي. طيب بيقول لي شغال عند ريفرس بايس بكام؟ ب 10 فولت عند لندا 900 نانومتر. طيب اول حاجه بيقول لي هات الديوريشن بتاع الكرنت بالس لو الموبيلتي بتاعه الهولد 500 سنتيمتر سكوير بير ايه فولت سكند. طيب يعني قصده ايه الديوريشن بتاع الكرنت بالس؟ ليه؟ التاو بالظبط. يعني هو في الاخر بيقول لي انا بالمنيت هنا لايت بايه؟ ب قال لي اوبتيكال بالس كده، قال لي فيري شورت بالس، يعني كاني في الاخر بعمل ايه؟ اوكي؟ فكده يعني بايه؟ البالس دي عبال ما تجنريت تبدا تجنريت الكرنت، هيبقى التاخير ده قد ايه؟ او الديلي اللي هيحصل في البالس ده قد ايه؟ لكن هو ده اللي عايزه، اوكي؟ طيب فانا هنا محتاج احسب كاني بقى عايز احسب ايه في الاخر؟ التاو بتاعتي صح؟ طيب فالتاو انا هنا عندي ايه اللي انا عندي ايه اللي مش عندي؟ الدريفت كده كده عندي محتاج احسبه. الديفيوجن المفروض ان هو موجود بس هو قال لي ايه؟ يلاحظ كده فرق ما بين الدايمنشنز دول. صغيرة قوي. لا هو اعتبر ايه؟ اعتبر ان المسافه دي صغيرة قال لي فيري ثين لاير، فكده تقدر تنجلكت الايه؟ التي دي فيوجن هنا، يعني كان هنا التي دي فيوجن تقريبا زيرو. اوكي؟ لان كان اللايت اول ما ينزل على طول هنا هيجنريت الكترونز ومسافتي صغيرة فتخش على طول في الديبليشن لاير. اوكي؟ طيب فكان كده اقدر نجلكت الايه؟ الديفيوجن، يبقى معايا دريفت احسبه. طيب الار سي هعرف احسبه؟ ما ادانيش الدايمنشن بتاعت الايه؟ بتاعت الكاباسيتنس او شكل الكاباسيتنس بتاعتي، فممكن ايه؟ نجلكتها برضه. طيب وكده كده ده اصلا مش اي بي دي، فمفيش اصلا ايه اي بي دي، يبقى انا هحسب بس الدريفت بتاعي. طيب تعال نشوف احسب الدريفت ازاي. طيب محتاج اعمل ايه؟ قلنا التي دريفت هو عباره عن ايه؟ الدبليو على الفي دي اللي هو الايه؟ الفلوس بتاعت الايه؟ الدريفت. طيب فلوس الدريفت بتساوي كام؟ ميو ايه في الالكتريك فيلد بالظبط. محتاج احسب الالكتريك فيلد بكام صح؟ احسبه ازاي؟ ايوه انا ديستنس بقى ديستنس دي ولا دي؟
هتجيب ده الالكتريك فيلد صح؟ فالالكتريك فيلد عشان احسب الفيلوسيتي هحتاج ادور الالكتريك فيلد. الالكتريك فيلد هو ايه؟ الفولت الابلايد اللي هو الفي ار بتاعي على الديستانس. السؤال بقى الديستانس دي انهي ديستانس؟ هل هي دي بتاعت الاي بس ولا المسافه كلها لحد البي ولا ايه بالظبط؟ ايوه ده سؤال كويس. ماشي في ناس بتقول مسافه بي. فكر حد بيقول حاجه تاني؟ لو تفتكروا كده فوتو دايد لو تعالى نرجع مش البي اي ان للفوتو دايد العادي البي ان لو جيت ارسم مع الاكس كده ديستريبيوشن الكتريك فيلد فكده الكتريك كان موجود فين؟ في الديبليشن بس صح؟ فلو جيت ارسم كده الكتريك فيلد هنا هلاقي ايه؟ بقى الكتريك فيلد بيبقى بزيرو في كل الايه؟ السبيس بتاعي بيبقى بس موجود جوه الايه ديبليشن ريجن ويرجع يقل تاني وشكله عامل كده اوكي. فكان الالكتريك فيلد كله لوكالايزد فين؟ في الديبليشن اللي هي دي الحته اللي فيها الشارج كاريرز مختلفين بوزيتيف وعكس نيجاتيف في الالكتريك فيلد. انما هنا في تشارج نيوتراليتي بوزيتيف قد النيجاتيف وهنا نفس الكلام فمفيش دروب او الكتريك فيلد مفيش دروب فولتج فبالتالي مفيش الكتريك فيلد ايه هيجنريت. يبقى انا هنا هلاقي ان ايه الالكتريك فيلد بتاعي هو كان هو الديستنس دي الحته الديبليتد بس فهي دي اللي عندها ايه الالكتريك فيلد. فاقدر اقول ساعتها ان الاي هتساوي ايه 10 فولت على ال 20 مايكرو. فاحسبه مش لحظه واحده احسب الالكتريك فيلد اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن 10 فولت على المسافه بتاعت اللي هي 20 مايكرو. فاحسبه هيطلع بكام؟ انا عايز الرقم عشان هيبقى مهم. مش الساين في الاخر واتجهت فيه فوق ولا تحت مش فارق معاك في حاجه. طيب هيطلع بكام الرقم ده لو حسبناه يعني 10 على 20 فده ايه؟ 0.5 كام؟ 10 باور ماينس 6 10 باور 5 10 باور 7 واحد على 20 تمبر 5 6 تمام فولت بير ايه بير متر. طيب انا ليه ركزت في الرقم؟ عشان بعد كده بارت 2 بيقول لي ان انا الساتوريشن فيلوسيتي بتاعه الهولز بتبقى بالرقم ده لو الالكتريك فيلد اعلى من الرقم ده اللي هو 4 في تمبر 6 فولت بير متر. ففي الحاله دي الالكتريك فيلد شغال اعلى ولا اقل منه؟ اقل منه. يبقى انا مش شغال عن ساتوريشن اوكي. يبقى انا لسه شغال في اللينير ريجن شغال هنا. طيب كويس عشان معناه ده معناه ايه؟ هل ينفع اصلا اعوض بالقانون ده ولا لا؟ الفيلوسيتي هي بتساوي ايه؟ ده هعرف اعوض بيه ولا لا؟ فلقيت ان انا شغال وذين ريجن تمام اقدر احسب ساعتها الفيلوسيتي بكام واقدر اعوض اجيب تي دريفت بكام اقدر احسبه اوكي. طيب هيطلع بكام؟ هنقص برضه الرقم هيفيدنا. هيطلع تي دريفت هيطلع حوالي 800 بيكو سكند اوكي. طيب
بعد كده بيقول لي ايه؟ بعد كده في بارت 2 بارت بي يعني بيقول لي علشان اقلل الترانزيت تايم اللي بيحصل ده 20 بيكو سكند دول، قال لك انا هزود الابلايد فولتج بدل ما هو كان 10 فولت هخليه 100 فولت. التايم بعدها هيبقى بكام؟ بس قال لك خلي بقى في حسابك ان انت ايه، ان ده الالكتريك فيلد ساتوريشن، لو اعلى منه الفلوس هتساتوريت بالايه؟ بالفاليو دي. طيب فانا هعمل ايه؟ ايه اللي حصل؟ ايه المشكله؟ طيب ايه اللي احنا قلنا دلوقتي لو انا شغال عند الكتريك فيلد اعلى من ساتوريشن الكتريك فيلد، ساعتها الفلوستي مش هتساوي الميو في الاتش، هتساتوريت عند في دي سات معين. فقبل ما اعوض في القانون ده على طول، قلنا الفلوستي بتساوي الميو في الاتش، لازم اتاكد ان الكتريك فيلد ده مش اعلى من الاي ماكس. لو اعلى من الاي ماكس يبقى الفي بتساوي الساتوريشن. فده اللي عملناه في الاول هنا في الكيس اللي فاتت، لقيت الكتريك فيلد 0.5 × 10^6، هو قال لي الماكس 4 × 10^6، يبقى انا شغال اقل منه. تمام، فده بتعوض، قلت ان الفي هي بتساوي ميو في الاي، اعوض عادي. في الكيس الثانيه لما ازود الفولتج ل 100 فولت ايه اللي هيحصل؟ هاجي احسب الكتريك فيلد هلاقيه بكام؟ هو الفولت على المسافه، فكانت 10 بقت 100 فاتضرب في 10 فبقى كام؟ 5 × 10^6. ده اكبر من الرقم ده؟ اه، يبقى دي اكبر من اي ماكس بالظبط. يبقى ساعتها الفي بتاعتي هي الايه؟ تساوي الفي دي سات اللي تساوي كام؟ 7 في ايه؟ 10^4 متر بير سكند. اوكي؟ دي فكره بس تخلي بالك من ايه؟ من فكره الالكتريك فيلد. طيب لا ما حصلش بريك داون، لو بريك داون هو يعني الماتيريال البريك داون بتاعها اعلى من كده يعني. لو حصل بريك داون مش هيشتغل اصلا، هيتحرق، هو مش هيعمل كده اكيد يعني. طيب فلما احسب بقى في الكيس دي التي دريفت هيطلع بكام؟ هيطلع ب 287.14 بيكو سكند. فمنطقي لقيت ان انا كان بيكو سكند الدريفت كان 800 بقى 287، تيجي ان انا زودت الفولتج فالايه؟ فالالكترون بتسحب اسرع، فبالتالي حصل دليل اقل. طيب جميل. طيب بعد كده بعمل ايه؟ البارت اللي بعده بيقول لي ايه؟ طب انا مش هشتغل عند 100 فولت، لا هشتغل عند 10 فولت عادي، بس هصغر الانترنسك لاير ثيكنس، بدل ما هت 20 مايكرو هتبقى 10 مايكرو. ساعتها الترانزيت تايم يبقى بكام؟ ده حاجه. بعدين بيقول لي احسب بقى الفرق ما بين ايه وايه؟ ما بين الابزوربد باور في الكيس دي عن الكيس دي. عايز اشوف في الاخر لما يعني، هو دلوقتي الحلين دول كانهم بيقللوا ترانزيت تايم، ان انا ازود الفولتج فيقل التايم معايا، او اصغر المسافه اللي هيمشي فيها فاكيد التايم هيقل، هنشوف هيطلع بكام. فالتايم هيقل تمام. فسؤاله بقى هحاول اعمل انهي فيهم، هل اكبر الفولتج ولا اصغر اللاير، وده تاثيره ايه على الابزوربد باور؟ ده اللي احنا هنشوفه. اوكي طيب فتعال نشوف. ففي الحاله الثالثه دي اجي احسب ايه الالكتريك فيلد. اه يعني نفس القصه برضه، هقول ايه يعني عايز احسب التايم دريفت، فاحتاج الاول تشيك ان الفلوستي عشان اعوض بيها بالقانون، ولا اقول انها ساتوريشن اشوف الالكتريك فيلد بكام. فالالكتريك فيلد في الحاله دي هيبقى بكام؟ هيبقى ال 10 فولت بتوعي على المره دي بقى كام؟ بدل 20 مايكرو هيبقوا ايه؟ 10 مايكرو. اوكي كام ده هيطلع بكام؟ هيطلع ب 1 × 10^6 صح؟ فولت بير متر. اعلى من الماكسيمم ولا لا؟ لا، يبقى انا اقدر اعوض على طول بالقانون، اقول ان ايه؟ الفلوستي هي الميو اتش في الاي، واقدر احسبها. وانا هجيب على طول التايم دريفت بكام؟ اعرف احسبه. اوكي؟ هيطلع بكام؟ هيطلع ب 204 بيكو سكند. لا ده التايم. صغرت اللاير من 20 مايكرو ل 10 مايكرو. اه بالظبط، صغرتها النص، التايم نزل من كام؟ حلو. هل ده هيفرق على الابزورب باور ولا لا؟ انت بتصغر اللاير دي بتصغر حتى فيها ابزوربشن. هنشوف بقى. لا الالفا خلي بالك، الالفا دي مقصود بيها ايه؟ ما تنساش. الالفا دي في الدي، الابزوربشن اللي بيحصل في البي سايد قبل ما تخش في الايه؟ في الانترنسك لاير. تمام؟ بس الاكتف لاير نفسها بيحصل فيها ابزوربشن صغرت، فانت بتابزورب في حته اصغر. فده هيفرق معاك في الباور ولا لا؟ ده اللي نشوفه دلوقتي. اوكي؟ طيب فالباور ابزورب هتساوي كام؟ ما هي دي، ما هي دي باور ابزورب. ففي الاخر ما جينا نقسم دي عشان نحسب الار، هي جدا الاي على بي. سؤال كويس، فين الريفليكشن كوفيشنت؟ فكر فيها. انت عايز تحسب 1 ماينس ار، 1 ماينس اي باور ماينس الفا دي. اوكي؟ ليه؟
مش محتاج احسب الافشنسي، انا هحسب بس الابزورب باور، يعني اسيومنج ان الايتا دي ثابته، فانا ممكن اطير الافشنسي. تمام. يعني ناقصها بي نوت صح؟ بس كده؟ لا. ادي البي نوت رجع منها ار صح؟ فاللي عدى بي نوت 4 ماينس ار صح كده؟ طيب مشيت بقى مسافه حصل ابزوربشن ايه؟ اي باور ماينس الفا دي. اللي وصل هنا ده اللي اخر ابزورب هنا صح؟ دي البيشن ريجن. يبقى اللي وصل ده عباره عن ايه؟ عباره عن بي نوت في ال 1 ماينس ار اتضرب في اي باور ماينس الفا دي صح؟ تاني كده ايه؟ سمعتش؟ قول لي انت قلت ايه؟ اه ايوه انتوا ربطتوني في ايه؟ ايوه يعني في الاخر الباور اللي وصلت دي هي دي الابزورب بقى انهي اللي نازل ناقص ده فبي نوت ناقص بي نوت فلوم ماينس ار في الاي باور ماينس الفا دي صح؟ لا في حاجه ثانيه اه بالظبط عشان ده اللي داخل هنا فدي برضو ايه مضروب فلوم ماينس ار ماينس كلام ده هتاخد فاكتور هتلاقي في الاخر ايه بي نوت 1 ماينس ار بقى لك هنا 1 ماينس اي باور ماينس الفا دي تمام؟ تمام ماشي فدي الابزورب باور حلو ليه؟ طيب ده حل من اتنين لو هو جيفن ريفراكتيف اندكس تقدر تحسب على طول تقول ان ار هي ايه؟ ان واحد ناقص ان ماينس 1 على ان بلس 1 الاول سكويرد. طيب هو هنا مش جيفن ريفراكتيف اندكس انت مش هتعرف تستميت الار دي خالص فانت حلك الوحيد انك تاسيوم ان انت عامل انتي ريفراكتيف كوتنج فالريفليكشن ده ايه؟ بزيرو اوكي؟ فالمفروض يا اما يقول لك اكسبليسلي كده انت حاطط انتي ريفراكتيف كوتنج فالار بزيرو يا اما يديك الان فتعرف تحسبها لو ما ادكش فانت ممكن تاسيوم يعني لان انت كده كده مش هتحسبها يعني اوكي بس لازم تقول ان ده اسامبشن مش لو تطير الار وخلاص ومشي نفسك لا تقول ان ده اسامبشن يعني طيب بس يبقى في الحاله دي هلاقي ايه ان انا اقدر احسب لي باور ماينس الفا دي اوكي فلو حسبت الكلام ده هلاقي ان الالفا دي ثابته اللي هي ايه ال 5 في 10 باور 4 متر ماينس 1 والديستنس ادي ديستنس دبليو اي صح بالظبط فانا نفسي ان انا ايه دبليو اي دي في الحاله دي كي سي 10 في اللي قبلها بكام ب 20
لو حط الرقم ده يطلع لي بكام؟ هلاقي ان انا الرقم لما ده يبقى اكبر يبقى هم ماينس حاجه اكبر فيطلع حاجه ايه اصغر صح. يعني هلاقي في الاخر ان يعني لو كتبها كده الباور بتاعت الكيس بي هتساوي 0.632 من البي نوت, والباور بتاعت كيس سي هتساوي 0.393 بي نوت. اوكي, فلاقي ايه؟ هلاقي ان انا مع ان انا الترانزيت تايم في الحاله دي اصغر من الحاله دي اللي هو 200 بيكو سكند مقارنه 287, بس الاكتف لاير نص الريجن. ففي الاخر ابزوربد باور فرقت معايا في كام؟ في اولموست فاكتور مره ونص, يعني كان حوالي 40% بقى حاجه 60% في حوالي مره ونص. فانت في الاخر هتكسب تايم بس تخسر ابزوربشن لان ايه؟ صغرت اللاير بتاعتي. اوكي؟ طيب لو صغرت التايم هتكسب باندويث بس هتكسب باور اقل. فانت لو عندك الباور ليفل قليل الديتكشن ليفل ده مش هيبقى كفايه, فهتلاقي نفسك ايه مينيمم ديتكتبل باور بتاعتك زادت. حط ايه؟ ماشي, بس هتعمل ديتكتور اري وبتاع وقصه ثانيه ماشي, بس بنتكلم لو سنجل ديتكتور يعني. طيب حد عنده سؤال لحد دلوقتي؟ فيها مشكله المساله دي؟ تمام ماشي. وبيقول لي الانترنسك دوبل كونسنتريشن ان اي ب 10 باور 10 سنتير ماينس 3 والدايركت كونستانت بتاع الماتيريال دي ب 12, ايه علاقه الدايركت كونستانت برفكت اندكس؟ حد فاكر؟ ايه علاقه الابسلون ار برفكت اندكس؟ حد فاكر؟ ايوه ان سكوير, لا ان سكوير بس عرضه. اوكي, ف ريليتيف دايركت كونستانت هو بيساوي ايه؟ برفكت اندكس سكوير. اوكي طيب, وبيقول لي الدوبينج بتاع ال ان سايد ب 5 تايم 10 باور 19 سنتيمتر ماينس 3, والدوبينج بتاع الاكسبتور سايد اللي هو الايه بوزيتيف سايد 7 في 10 باور 18 وابلايد ريفرس فولتج ب 25 فولت. اوكي طيب, عايز نحسب الويث بتاع الديبليشن ريجن والماكسيمم الكتريك فيلد اللي بيبقى موجود جوه الديبليشن ريجن. دي مساله ديفايسز بيور يعني مالهاش علاقه بالايه بالاوبتكس قوي, بس هي ايه انتروداكشن للموضوع يعني. حد فاكر الكلام ده بتاع الديفايسز؟ ديفيوجن لينس دي سي, لا ليه كده؟ طيب احنا عايزين نعمل ايه عشان ما نتوهش؟ انا عندي ادي الديفايس بتاعه اوكي, وادي البي, وادي البي, وادي الان, وادي الديبليشن رير الديبليشن ريجن بتاعتي. ان دي بيساوي يعني علاقه دول ببعض هو بيساوي الان اي سكويرد على التاني ماشي, بس مش عايز دي, انا عايز ايه بقى؟ انا عايز ده الويت بتاع الديبليشن ده. اوكي طيب, في نفس الوقت زي ما قلنا ايه الالكتريك فيلد شكله عامل ازاي لو جيت ارسمه كده؟ كان ليه قانون كده فنلاقي الالكتريك فيلد ده قلنا بيبقى زيرو, بعدين يزيد لماكسيمم عند السنتر, بعدين يقل تاني عند هنا. اوكي طيب, المسافه دي احنا ممكن نعتبر المسافه دي عباره عن ايه؟ الديبليشن ريجن ده ويث هنا في الان ويث تاني في البي سايد صح؟ اللي هو لو جيت ارسم برضو تشارج ديستريبيوشن لو دي سميها مثلا كيو, هلاقي ايه؟ هلاقي ان الحته دي كلها بوزيتيف تشارج زي ما قلنا كده, لو بتبقى عباره عن كام؟ عباره عن كيو في الان دي بوزيتيف تشارج, والناحيه الثانيه بتبقى ايه؟ ماينس كيو في الان ايه؟ نيجاتيف تشارج. اوكي؟ طيب ركزوا الحته الجايه دي عشان دي مهمه. احنا عارفين من التشارج نيوتراليتي بيبقى عندي ايه؟ التوتال تشارجز هنا قد التوتال تشارجز الناحيه الثانيه صح؟ فانا عارف دايما ان كيو ان ايه بتساوي كيو سوري يعني التوتال تشارج اللي هنا دي هي عباره عن ايه؟ الامبليتيود ده في المسافه, فالمسافه دي اللي هي ايه؟ اكس او دبليو قلناها اهو دبليو بي اللي هو الويت بتاع الديبليشن ريجن جوه البي سايد, والناحيه الثانيه المسافه دي هي الايه؟ دبليو ان, فتبقى التوتال تشارج هنا بتساوي التوتال تشارج هنا اللي هي بتساوي ايه؟ كيو في الان ايه؟ الامبليتيود مضروب في المسافه اللي هو ايه؟ دبليو بي بتساوي كيو ان دي في دبليو ان, كيو تروح مع كيو يبقى لي ده
فاندمنتال كونسبت بس هيفيدنا في البي اي ان بعد كده. اوكي ان التوتال شارج كونسيرفد، فانا عندي توتال شارج نهائي قد بوزيتيف قد نيجاتيف هنا، وده اللي بيخلينا نقول ايه، ان انا لو حته زودت دوبينج عن ناحيه عن ناحيه ثانيه هيبقى الويث بتاعها اصغر من الناحيه الثانيه. يعني هنا عندنا عاملين ايه اهو، ده حاجه 10^19 ده 10^18، فتوقع عند الديبليشن ريجن الويث هيبقى ناحيه الان سايد اكبر من الدي سايد. اوكي سوري، يعني البي سايد اكبر من الان اللي هو الاكسيتر اكتر من الدونر يعني. طيب جميل، ايه بقى الويث بتاع الديبليشن ده؟ لو فاكر كان في قانون لطيف جدا، طبعا ما حدش فاكره ولا انا فاكره، 2 ايبسلون على كيو ان اي بلس ان دي على ان اي في الان دي، الكلام ده مضروب في فاي نوت ماينس الفي ابلويد. اوكي والفاي نوت ده كان ايه؟ البلت ان الكتريك فولتج اللي هو كان بيساوي كي تي على كيو لين ان دي ان اي على ان اي سكوير. خدتوه زمان، ما احنا رجعنا اهو. ايه؟ ايوه نعم. طب لازم قوي يعني. طيب فدلوقتي عندنا ايه؟ هلاقي ان انا عندي كل حاجه اقدر اعوض بيها، يعني عندي الدوبينج والدوبينج والان اي كتي على كيو اقدر اعوض بيهم، اقدر احسب ايه الفاي نوت ده هيطلع بكام؟ هيطلع 1.11 فولت. وبعد كده اقدر احسب الليت بتاع الديبليشن ده، بس احط انا في ابلاي فولتج، خلي بالك هو ايه؟ انا شغال عند ريفرس بايس، هتحط ماينس بالظبط، فهتبقى الحته دي تساوي ايه؟ الفاي نوت بلس ال 25 فولت. وعندي كل حاجه اقدر اعوض الابسلون اس دي اللي هي ايه؟ ابسلون ار في ابسلون نوت اقدر اعوض بيها، فاقدر احسب الليت بتاع الديبليشن هيطلع لي بكام؟ يطلع لي ب 0.075 مايكرو. طيب عايزك تفتكروا حاجه كده، هي بالايكويشن بالمنطق، يعني لو حطيت الفي ابلايد ده بزيرو الويت ده هيبقى اكبر ولا اصغر؟ اصغر صح، يعني طبيعي يبقى ده الويت بتاع الديبليشن عند زيرو بايس. اما ابدا ابلاي فولتج زياده يبتدي ايه الويت ده يكبر كده صح، وعندي هنا ايه تشارج زياده هنا تشارج زياده وهكذا. يبقى انا الويت بتاع الديبليشن ده بيزيد مع ريفرس بايس وبيقل مع الفورورد بايس، لو مع الفورورد بايس هلاقي ان ده هيصغر. طب قد كده مثلا، يعني ده كده في حاله الايه؟ الفي ار او يعني في ابلايد نيجاتيف. لو حطيت بوزيتيف فولتج فلاقيها هتصغر تبقى ايه؟ حاجه المنظر ده، ده في حاله الفي ابلايد بالبوزيتيف. اوكي؟ طيب جميل، يبقى انا كده جبت الايه؟ الويت بتاع الديبليشن اللي هو كان عايزه. تاني حاجه كان عايز الماكسيمم الكتريك فيلد عندي اللي هو هيبقى موجود فين؟ زي ما قلنا هنا عند نص الجنكشن. اوكي؟ طيب ده حد فاكر كان بيتجاب ازاي؟ كان ليه قانون برضه بس ممكن تجيبه بالفهم جدا. من كامل، ايوه بالظبط. كامل على المساحه كلها بقى، يعني كانك في الاخر هتشوف الاريا بتاعه الترينجل ده تمام، هي دي هتساوي ايه؟ تساوي هاف البيز دي في الهاي. اوكي طيب كانك هتقول كده هاف الديبليشن ريجن دي في الهايت اللي هو الاي ماكسيمم، كان ده هيساوي ايه؟ انتجريشن الكتريك فيلد على الديستنس بقى ايه؟ بيساوي الفولتج صح، فيساوي الفي نوت بتاعتي ناقص الابلاي فولتج اللي هو الايه؟ الفي ابلاي بس. فانا عندي كل حاجه اقدر احسب الاي ماكس على طول هيساوي ايه؟ فاي نوت ماينس الفي ابلايد على 2 يعني على الايه؟ ليفت على ديبليشن. اوكي اقدر اعوض. طيب ايه تاني؟ هل عنده مشكله بسال الحاله دي؟ لا، في مسألة تانية
التطبيق بقى. يعني ده كان ديفايسز، هناخد بقى مساله ديفايسز اوبتكس عشان دول الا ربع. الا ربع ليه؟ ما هو في فيديو ده ثلاثه. طب تعالى بس دخل ليف دي، يعني خلاص هي نفسها بس هندخل اوبتكس في النص حته صغيره كده. ماشي امشي معاك امشي معاك. طيب السؤال بيقول لي ايه؟ بيقول لي بس ارقام تتغير، يعني عنده ريفرس بايزد دايت والدوبينج بارقام ثانيه غير دي، تمام؟ وبعدين عايزك تحسب برده الديبليشن والماكس الكتريك فيلد، فتمام. بعدين بقى الابسوربشن كوفيشنت مديهوني. خلاص المره الجايه.